وخلال حفل الافتتاح ألقى سعادة وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كلمة بعنوان المنظومة الإعلامية في مواجهة المخاطر، أكد فيها أن الإعلام أصبح بحد ذاته أزمة بعد أن تم استغلاله لنشر ثقافة دخيلة على مجتمعاتنا وتخدم أجندات مشبوهة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أين الإعلام من سماحة هذا الدين العظيم وتعاليمه؟ دائما ما نتحدث عن الإعلام في مواجهة الأزمات، فاسمحوا لي في هذه اللحظات أن أتحدث عن الإعلام إذا كان هو الأزمة. في عام 1990 أثناء الغزو العراقي للكويت، لم يكن المشاهد الخليجي يعرف الفضائيات ولا يعرف غير هذه القنوات. في عام 2003 عند سقوط بغداد، لم تكن هذه البرامج موجودة. في عام 2011 كان صناع ما يسمى بالربيع العربي قد دخلوا موسم الحصاد، فكانت النتائج المدمرة لدول أصبحت بقايا دول. من رسخ ثقافة الصراخ والتحريض على الكراهية في الإعلام العربي؟ هل الصوت العالي والتطاول على الأديان والمذاهب والرموز الوطنية هي حرية التعبير التي يبحث عنها المواطن العربي؟ من تلاعب بمشاعر المواطن العربي وتاجر بقضاياه وحاجاته ومارس التسييس لكل احتياجاته بخطاب فيه من الكراهية المقيتة التي لم نعتد على سماعها، حتى أصبح ظهور عدد من المتحدثين يفتون بقتل الناس أمر غير مستنكر لدى دكاكين حقوق الإنسان؟ كما أكد سعادة وزير شؤون الإعلام في كلمته أن النظامين الإيراني والقطري يستغلان الإعلام لتغذية الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. لماذا تصرف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم المليارات على إعلام يغذي الطائفية ويصور الإسلام بصورة مشوهة فيها من الكره الكثير والتحريض على الآخر وتقديس الأشخاص وتنزيههم من الأخطاء؟ لماذا تصرف قطر المليارات على إعلام يهدف لإسقاط الأنظمة العربية وتهاب وتخاف وتمتنع عن أي تغطية للمعارضة الإيرانية؟ لماذا سوقت الجزيرة القطرية حصرياً خطابات جميع قادة الإرهاب بلا استثناء، وتبث أفلام المختطفين وتوصل رسائل غير مباشرة على حسن معاملة الخاطف؟ لماذا تستخدم الجزيرة القطرية مصطلحات إيجابية وتؤكد دائماً إسلامية كل الجماعات الإرهابية، وفي استفتاءاتها تكشف عن رأسها حين تقول: هل تؤيد انتصارات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا؟ وهل تعتبر تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا لصالح المنطقة؟ ففي دراسة لدائرة المطبوعات الأردنية عام 2009 عن الجزيرة القطرية وتغطيتها للحرب على غزة، تقول الدراسة أن الجزيرة فتحت شاشاتها يومياً للمتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والمتحدث الرسمي للخارجية الإسرائيلية ومعلقين إسرائيليين لتقديم تبريرات عاطفية لعدوانهم على الشعب الفلسطيني الشقيق من وجهة نظر إسرائيلية بحتة. فالجزيرة الإنجليزية تستخدم كلمة قتيل للفلسطيني وتسميه شهيد في الجزيرة العربية، وقد تمكنت من اختراق حالة الوعي الوطني لدى الجمهور وإعادة تشكيله برؤية جديدة، وقدمت رواية مغلوطة عن النضال العربي، وخلقت في كل بلد عربي أزمة، وشوهت قيادات وطنية، وظللت الناس وجعلت من أشباه المثقفين والمشبوهين أبطالاً ونجوماً في عالم الإعلام المسيس. فهذه الحالة التي تدعى الجزيرة القطرية تفرض على مراكز الدراسات العربية مسؤولية دراستها وبحث تأثيرها السلبي على الأمن القومي العربي.